حكمة، أنا خايفة يهيب قصة مبارح. معلش ستي، اتركي على راحته. حكمة، أتعطي له كرت للعريس الجديد؟ هلأ ليكي إذا تأزمت الحالة كتير بغمزك أنا. تقومي أنت بتطلعي لبرا وتنادي عليه لجوا. نادي لمين؟ لك لمين يعني لحالك نشأت. إيه وشو أعمل فيه؟ تلهي شوي لبين ما لاقي حل. ماما إجوا الضيوف. خالو يمكن إجوا، ما بدي أوصيك. إيفيت إيفيت خالو. تفضل تفضل كافي. ها؟ تفضل. استاذ سامي عبد الله مدير النادي الرياضي تبعي. الخال نشأت عميد العائله قادم من اسطنبول. يسكت رفيق. ويرون سامي افندي. اهلا وسهلا. يرون اهلا وسهلا استاذ سامي. اهلا وسهلا حبايبي. تسلموا هالايدين على الورد. يا اهلا وسهلا استاذ سامي. تفضل. ويرون ميرون يعني تفضل. تفضل. يا اهلا وسهلا. استاذ سامي بتريد تشرب شاي ولا قهوه؟ قهوه يوقف شاي يوقف. السبور رياضي ما بيشرب شاي بلا قهوه بلا دخان بلا كل ضرر. مزبوط يا فندم. اتفضلوا تفضل تفضل. اترك هاتي بيشوف يا فندم. شو هاتي عمو؟ عفوا يعني اسمك عمرك معاش شهري فاريدات عقارات اوقاف يعني. اسمي سامي عبد الله وعمري افندم. سامي عبد الله بعدين ايش افندم؟ بس يعني انا اسمي سامي عبد الله بس ما اسم عائلات يوق كنيات يوق يعني مثلا بيرغدار سلح دار خازن دار هذا بيكون عائلتها فندم. وانا اللي بتذكره يعني لما كنت صغير كانوا ينادوا لجدي بالحارة ابو شرشف يعني. ابو شرشف مؤكد جديك كان يشتغل في فابريكا شراشف فندم. لا 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 انا جدي كان يشتغل معاون مختار حارة. بيفسر فندم منين هذا لقب ابو شرشف؟ انا اللي سمعته من ابي يعني انه جدي الله يرحمه لما كان يتخانق من ست مع ستي كان ياخذ شرشفه ويروح يحرب ينام بالجامع يعني. كوزالة فندم كوزالة. مؤكد جدك ابو شرشف كان شوي عصبي. ايه هن هيك كانوا يقولوا عنه الحقيقه يعني. افندم غير ابو شرشف يوق هذا لقبه يعني مو كنيته هيك لقبه ابو شرشف يعني بيك باشي ام باشي بلوك باشي ايانشي ماشي افندم بس بيكون فيه. يا سيدي خالو هالايام الاساس للشخص ذاته معاملته مع الناس و... اخزيني خافت عائلات لازم بيكون فيه. انتم اشتغل رياضي افندم؟ طبعا كل انواع الرياضه بلعب يعني مصارعه ملاكمه بوكس كونغ فو يعني اي شيء. صوص بلان انت بيرفع اثقال. برفع انا اصلا يعني بيعرف رفيق انا بطل اصلا بطل بالاثقال يعني. كوزال ابلا فيداد اين جرن كبه؟ أنا جرن كبه أخي؟ ماما كان عنده جرن كبه. جرن كبه؟ وليش جرن الكبه؟ بعدين أنا إلي زمان ما شفته. مزبوط يعني شو ليش جرن الكبه يعني من زمان ما شفته هي. هذا تراث جرن كبه من أيامات جدي. كيف يقول ما شفته؟ جرن الكبة ماما هذا اللي على البرندة اللي زارعين فيه ورد. ايه والله مزبوط بس ليش بدك يا اخي؟ صح ليش بدك يا اخي؟ من شان حظرة رياضي بيجيب بيحط هون. شو هالحكي؟ انا بدي اجيب جرن الكبة لهون ليه؟ الشيت فيلن
رياضي أسقال عالمي. أنت بيجيب جرن كبة من بيراندا لهون في كلام زفاج من حكمة. ما بيجيب هالشيء يوق يعني تشقيت مفهوم. لا حدا يحكي له شيء كلمة يا أخي يا رفيق. احكي لك شو بكون ساكتين يا جماعه. شو دكتوره احكي لك شو قصه شو يعني شو ما في غير هالجرن الكبه ما في شيء ثاني ينحمل بهالبيت. والله يا سامي انا خاله ما بقدر اكسر له كلمه. بعدين الشغله هين عليكم انت رياضي. ايه يعني هو رياضي يعني بس يعني هو ما في لا بس ولا شيء. بعدين خالي راسه مثل راس تايسون صاحبك. ايوه هيك قبلونا يعني هو يا لطيف. لا توقفونا يا جماعة. نرهيف إلن نرهيف. أنتم بيفكر دخول وخروج حمام مثل بعض هم غريب. شو يعني؟ يعني بيجيب جرن كبة من فيراندا بيحطه هون عجلة هيدا فيلن. أنا تذكرت إنه في عندي بس مباراة بدي حكمه وبرجع. لا أكيد برجع. يلا السلام عليكم يا جماعة. لحظة وين كابتن؟ عفوا خال أنا بدي أسألك يعني هو رفيق لما خطب أمل شو حمل؟ أنا بقول بيحمل راس بيركب على راس خطيب مفهوم؟ فاشوش رياضي. رفيق؟ نعم كابتن. أنت بكرة في عندك درس ما؟ ما بعرف. أنت شو رأيك؟ رأيي أنك ما تفرجيني وشك لحتى تحمل جبن الكبة. أستاذ سامي أنا أسف كتير. ولا يهمك دكتورة ولا يهمك. بس أنت قولي له للخال أنه ما رح حل عن جرن الكبة لا أحمله. سلام.